الأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما على المدن الساحلية بعد تلشي ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد، تمركز لسحب كثيفة سفلى على المرتفعات الداخلية الوسطى والغربية، نشاط رعدي بشمال الصحراء منطقة الثورة لكن مرفوق بأمطار احتمالا تكون رعدية بأقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتاسيلي. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 20 إلى 28 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 31 بشمال الصحراء، 32 درجة فيما يخص تندوف وأدرار، 31 بإن صلح، إنقزان 25 بتمنرة، ستجاناتي تقارب 28 درجة بإليزي. ظهيرة الغد بحول الله سيكون في ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة القصوى بشمال الوطن وحتى بالجنوب لتقارب 40 درجة بالجزائر العاصمة، 41 بوهران، مستغانم 44 درجة، بتلمسان 43 درجة، بتيزي بزو 45 درجة كعلى مقياس، بغليزان شلف ومعسكر 36 بالجلفة، 35 بالبيض بسة، 38 درجة ببتنة، قسنطينة سطيف وحتى بعنبة، لن تتعدى 42 درجة بشمال الصحراء، 41 بورقلة، إليزي 46 بإن صلح، 47 درجة كعلى مقياس، بأدرار لتقارب 45 درجة كلما اتجهنا نحو برج بجي مختار إنقزام. البحر لنهار الغد سيكون هادئ على طول الشريط الساحلي، سرعات الرياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية، 30 كيلومتر هذا على السواحل الغربية، والرياح ستأتينا ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية على السواحل الغربية.